بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس العلمي الأسبوعي، المجلس 23 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وينعقد هذا المجلس 23 في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر صفر سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، معاودين هذه الدروس التي توقفت قبل حج العام المنصرم وتوقفت بسبب الحج وإجازة الصيف، وها نحن ذا نعاود من بداية كتاب الصلاة سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. أول كتاب بعد الطهارة كتاب الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام وعموده وأول ما يحاسب العبد عليه يوم يلقى الله، وهي العهد الذي بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والشرك، وهي التي لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له فيها. أعظم الأركان التي نزل بها القرآن والتي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في غيرها من أحمال الإسلام وأحكامه العظام، هي الركن الأعظم بعد الشهادتين وقوام الإسلام عليها. ونصوص الشريعة جاءت كثيفة في الدلالة على شأن الصلاة، إما في فضلها أو ثواب أهلها أو التحذير من تركها أو بيان أحكامها، كل ذلك كثير مبثوث في نصوص الشريعة. ولهذا فإن كتب الفقه والحديث على حد سواء تعنى كثيرا بأبواب الصلاة، فما من كتاب فقه في الإسلام ولا ديوان من دواوين السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكتاب الصلاة فيها أعظم كتبها وأكثرها ثخراً ووفرة وعناية. ولا عجب، فإن هذا الشأن العظيم عن الصلاة لا خلاف فيه بين أهل الإسلام قاطبة. وكتاب الطهارة إنما قدم لأنه مقدمة للصلاة لأهميتها. الحديث عن الصلاة في هذا المتن في عمدة الأحكام جاء في أبواب عدة، أولها باب المواقيت الذي نبتدئ فيه مجلسنا الليلة إن شاء الله، متدارسين فيه حديثين، أولهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه في فضيلة الصلاة والمحافظة عليها في وقتها جملة، والثاني في حديث عائشة رضي الله عنها في بيان وقت صلاة الفجر على وجه الخصوص، وتأتي بقية أحاديث هذا الباب تباعاً إن شاء الله. باب المواقيت يعني الأوقات التي حددت فيها الصلاة. للصلاة يا أهل الإسلام شروط، آكدها شرط الوقت، وإذ يقال آكدها فإنه يعني أنه مقدم على الشروط الأخرى فيراعى لأجله بقية الشروط وليس العكس. فالطهارة شرط والوقت شرط، فإذا تزاحم يعني ضاق الوقت عن تحصيل الطهارة قدمت مراعاة الوقت فيصلي ولو لم تكتمل طهارته، لأن شرط الوقت آكد. والله قد قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما أن فرضت الصلاة حتى بعث الله أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة، فنزل عليه في يومين يحدد له وقت ابتداء كل صلاة في اليوم الأول ووقت انتهاء كل صلاة في الوقت الثاني، وبين له أن وقت كل صلاة بين الوقتين اللذين حدد في هذين اليومين.
ولأن شرط الصلاة لأن الوقت من آكد شروط الصلاة فقد جاءت فيه أحاديث في بيان أوقات الصلاة. أما القرآن الكريم فلم يأتي في بيان أوقات الصلاة إلا على وجه الإجمال، والآية الجامعة فيه آية سورة الإسراء التي قال الله تعالى فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فوزع الفقهاء أوقات الصلاة الخمسة على الآية لأنه ذكر فيها ثلاثة أوقات: دلوك الشمس وغسق الليل والفجر، فجعلت صلاتان من الليل في قوله غسق الليل المغرب والعشاء، وصلاتين من النهار وهي الظهر والعصر في قوله لدلوك الشمس، وأفردت الفجر بقوله وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. هذا الإجمال في الآية الكريمة جاء مفصلاً مبيناً في السنة المطهرة بآكد بيان وأوضحه، وهكذا لأنه آكد شروط الصلاة فإنه لم يبقى فيه إجمال وعدم وضوح، بل دلت الأدلة الكثيرة على أوقات الصلوات. اعتنى الصحابة رضي الله عنهم فرصدوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يعتاد أداء الصلاة فيها، ورصدوا أيضاً ما شذ عن ذلك وما صلاه في غير وقته لعذر أو لطارئ كنومه عن صلاة الفجر في بعض أسفاره وتأخيره صلاة العصر يوم غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام العناية ومن تمام حفظ ربنا جل وعلا لشريعته المطهرة وآكد أحكامها الصلاة، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي هذا الباب جملة من الأحاديث التي تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. راوي الحديث الصحابي الجليل الفقيه الإمام القارئ العلم الصاحب السابق إلى الإسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو السائل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وموضع الشاهد فيه كما سيأتي النص على أن أحب العمل إلى الله في الإسلام الصلاة في وقتها، وهو موضع الشاهد من حديث الباب. وراوي الحديث عن عبد الله بن مسعود أحد أجلة أصحابه من التابعين، ومن كبارهم وفضلائهم أبو عمرو الشيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة، كوفي مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يظفر بشرف الصحبة فلم يكن صحابياً، عاش الجاهلية في سنوات من حياته ثم أدرك الإسلام، إلا أنه في إسلامه لم يحظى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد قراء القرآن في جامع الكوفة العظيم، وهو شيخ الإمام القارئ الشهير عاصم بن أبي النجود الكوفي الذي يروي عنه حفص رضي الله عنه ورحمه القراءة المنتشرة في أمصار الإسلام اليوم. أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس عاش 120 سنة، ووفاته كانت في مطلع القرن الثاني 101 للهجرة، وقيل 105، وقال ابن عبد البر بل في نهاية القرن الأول سنة 95. قال رحمه الله: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم يسمه لمعرفة الناس بدار ابن مسعود في الكوفة، فقال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إليها. وفي الحديث الجمل التي سأل فيها ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ثلاثة أعمال على الترتيب: أولها الصلاة على وقتها، ثانيها بر الوالدين، ثالثها الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث جملة من الفوائد والإحكام، والأحكام التي يأتي على بيانها الإمام المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدراً يعرف بابن أم عبد، توفي بالمدينة سنة 32، وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع، وكان له يوم مات 69 سنة، من أكابر الصحابة وفقهائهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 66 في الإسلام، سادس من أسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسلامه قديم بمكة. هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وتلك منقبة تذكر لبعض الصحابة رضي الله عنهم، يقال لأحدهم هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، إشارة إلى قدم إسلام هؤلاء هذه الفئة من الصحابة السابقين رضي الله عنهم. شهد المشاهد والغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد القراء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ممن جاءت في مناقبه الأحاديث الجمة التي امتلأت بها سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه، في سبق إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومناقبه الجمة وعنايته بالرواية للحديث والأحكام، تولى الإمامة رضي الله عنه بين الصحابة قرآناً وفقها. فإذا ذكر فقه الكوفة فمرده إلى عبد الله بن مسعود، وإذا ذكر قراء القرآن بالكوفة واشتهارهم وإمامتهم فمردهم أيضاً إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شهد بدراً وما بعدها، ويكتفى في ذكر سيرة الصحابة أن يقال في أحدهم شهد بدراً، فإن من شهد بدراً قلة من الصحابة، وعامتهم شهد ما بعدها، فتكون تلك أيضاً فضيلة ومنقبة. يعرف بابن أم عبد، وأم عبد هي أمه، هي بنت عبد ود ابن سواء من هذيل، أسلمت أيضاً وهاجرت، قال كانت وفاته بالمدينة ودفن بالبقيع، هذا قول ابن الأثير رحمه الله، وقال النووي توفي بالكوفة، وهو أيضاً قول لبعض العلماء، لأن حياته كانت بالكوفة، واشتهاره ومقامه وعلمه وروايته وإقراءه للقرآن كان عامة ذلك بالكوفة رضي الله عنه. صلى عليه كما قال المصنف رحمه الله الزبير بن العوام، هذا على قول من قال إنه مات بالمدينة، وقيل صلى عليه عثمان، وقيل عمار بن ياسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وسمى فيهم عبد الله بن مسعود، أثنى على قراءته فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وما يتعلق بشأنه في القرآن عظيم، منه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك أنزل يا رسول الله؟ قال نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ رضي الله عنه مطلع سورة النساء حتى إذا بلغ قول الحق سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. من مناقب ابن مسعود رضي الله عنه وهي جمة أنه كان من أصحاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب سواده ونعله وطهوره في سفره، وهذه أيضاً خصيصة، فإن الصحابة الذين ظفروا بشرف الخدمة والقرب منه صلى الله عليه وسلم قلة، وأحدهم عبد الله بن مسعود، يقال فيه صاحب السواد بكسر السين، وذلك ما يذكر في حديث مسلم قال له صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. والسواد بكسر السين السرار كما قال أبو عبيد، وفي مسند أحمد قال سوادي سري أحل له أن يسمع سره صلى الله عليه وسلم، وهذه خصائص لهذا الصحابي الإمام العلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعجب الأحاديث المروية في فضائله فما فيما روي فيما رواه ابن أبي شيبة وأحمد في فضائل الصحابة والحاكم مرسلاً، ووصله الحاكم والبيهقي في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة لإمامة ابن مسعود في أمة الإسلام، قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد
وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله جمة، كان ممن يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته كما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله حدثني صاحب هذه الدار دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. أين الإشارة؟ قال صاحب هذه الدار ولم يسمي، فكيف عرف الناس وسامع الرواية أن المقصود ابن مسعود؟ لعلمهم بصاحب الدار. قال وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، فالراوي عن أبي عمرو الشيباني اكتفى بقوله حدثني صاحب هذه الدار، فقال هو شارحا وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام تقي الدين رحمه الله في هذا فائدة، وهو أن الإشارة إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره تغني في التصريح عن اسمه، وهذه فائدة نافعة في الوصايا والنذور والأوقاف والأيمان، وحتى في العقود، في عقود البيع والنكاح. أفلا يقول في عقد النكاح زوجتك ابنتي، ويشترط الفقهاء لصحة النكاح تعيين الزوجين؟ فإذا قال الولي زوجتك ابنتي فلا بد أن يعينها، وآكد ذلك الأسماء: زوجتك ابنتي فاطمة، خديجة، رقية، مريم، بما يعينها. فإن كان له ابنتان فاطمتان كل منهما تسمى فاطمة ميزها، ولا يكفي التسمية بالاسم فيقول فاطمة الكبرى، ويغني عن ذكر الاسم الوصف المعين. كان يقول زوجتك كبرى بناتي، أو الوسطى، أو الصغرى، أو حافظة القرآن، أو الطبيبة، أو المعلمة، بما يميزها عن وصفها. قال إذا كانت الإشارة كافية أغنت عن التصريح بالاسم. وهكذا في ألفاظ الوصايا والنذور والأوقاف والأيمان، لأنها مناط الأحكام. لفظ الواقف والناذر والموصي والحالف باليمين هي مناط الأحكام، فعلى أي شيء حلف أو وقف أو نذر أو وصى تنزل الحكم عليه. هذا كله مفيد كما قال المصنف، أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة مميزة له عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسؤاله عن أفضل الأعمال طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصاً على معرفة الأفضل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن حسن إيمانهم، فإن العمر قصير وعزم أحدهم شديد رضي الله عنهم، فأرادوا استثمار قصر الأعمار فيما هو أفضل من الأعمال. أنت متخيل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه سادس ستة في الإسلام، يعني لم يكن على وجه الأرض مسلم سواه قبله إلا خمسة، ثم يبلغ به الحرص، يعني أدرك الإسلام مبكراً وأدرك الوحي من أوائله والدين من بداياته، يعني ما فاته شيء، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، ثم انظر كيف بلغ به الفقه أن يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. هذا من الفقه. فإن ضاق عمر الإنسان عن استيعاب كل الفضائل كان من الحكمة والعقل والتوفيق الإلهي أن يبحث عن الأسد والأكمل والأفضل. قال أي العمل أفضل؟ وهو لو اشتغل بالمفضول لكان مثاباً ومأجوراً في كل حال، لكنها الهمم العلية يريد الأفضل والأكمل. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، فلما سأل وحصل الجواب روى رضي الله عنه ليفيد الأمة كما استفاد رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا للحرص على معرفة الأفضل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. أحسن الله إليكم. قال والأعمال ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية. أي أعمال؟ أفضل العمل. هو لما سأل أي العمل أفضل، قالوا سؤاله عن العمل هل هو شامل للأعمال البدنية والقلبية والمالية أو خص بعضها؟
لماذا سأل العلماء هذا السؤال؟ يعني هو لما سأل أي العمل أفضل ماذا كان الجواب؟ الصلاة. فالسؤال الآن، هل يصح أن نقول إن الصلاة هي أفضل أعمال الإسلام مطلقا، القلبية منها والبدنية والمالية؟ أورد هذا السؤال لأنه باتفاق لا عمل أفضل من الإيمان بالله، وهو سيأتيك الآن بعض روايات الحديث. لما يكون الإيمان أفضل وهو أصل الأعمال، والصلاة بلا إيمان صلاة أهل النفاق لا عبرة بها، فإذا حصل الاتفاق على أن الإيمان بالله أفضل، فكيف يقول في الجواب الصلاة؟ إذا نحتاج إلى شيء من الجواب عن الحديث. هل السؤال هنا كان عموما أي العمل؟ قالوا لا، المقصود الأعمال البدنية. وبعضهم قال لا، يسأل أي عمل أهل الإيمان، يعني إذا تحقق الإيمان فأي العمل بعده يكون أفضل. ثم أخرجوا من ذلك أيضا العبادات المالية، لأن من العبادات المالية الزكاة، وربما كانت في بابها أفضل من الصلاة في بابه وهو الأعمال البدنية. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الفائدة الأعمال. قال والأعمال هاهنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، فما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. وقد تقدم لنا كلام في العمل، هل يتناول عمل القلب أم لا؟ أين تقدم للمصنف رحمه الله هذا الكلام؟ في أول أحاديث الكتاب، إنما الأعمال بالنيات، وتكلم هناك رحمه الله عن شمول العمل في نصوص الشريعة، هل هو عمل القلب والبدن أو هو عمل البدن وحده فقط؟ نعم. قال وقد تقدم لنا كلام في العمل، هل يتناول عمل القلب أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان. طيب، إذن هو كأنه يقول العمل في الحديث هنا مخصوص بعمل البدن، ما المخصص؟ قال الاتفاق على أن عمل القلب وهو الإيمان أفضل، فإذا لا بد من قيد يجعل العمل في الحديث هنا وهو الصلاة أفضل من غيره على الإطلاق. وقوله أخرج عبادات القلب، أخرج أيضا عبادات المال وهي الزكاة كما قال رحمه الله. وقال الصنعاني رحمه الله لعل الأحسن أن يقال إن الصلاة أفضل الأعمال بدنية كانت أو مالية. قال رحمه الله بما علم من النصوص أنها أفضل من الزكاة التي هي حق المال، ولا تذكر الزكاة إلا ضميمة إليها كما في أكثر الآيات القرآنية. فإذا يبقى القيد في إخراج أعمال القلوب خاصة. نعم. قال وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به، أعني الإيمان، يقصد ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذن هو حديث غير حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فذكر الإيمان ثم الجهاد ثم الحج، فنص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين على تقديم الإيمان. فإذا حتى لو لم يرد لفظ الإيمان، الاتفاق منعقد على أن الإيمان إن كنا هو قول وعمل، فعمل القلب فيه جزء أساس وهو شرط الاعتقاد والإيمان بالله جل وعلا، وهو أفضل الأعمال وآكدها. نعم. قال فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب. أي حديث؟ حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرته قبل قليل. تبين أنه لما سئل أي الأعمال أراد به ما يدخل فيه أعمال القلوب، من أين عرفنا؟ لأنه ذكر في الجواب الإيمان بالله. نعم. قال وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح، لأنه ذكر الصلاة. وقوله الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء. الصلاة على وقتها، أي صلاة قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة على وقتها العموم، فيدخل فيه الصلاة المفروضة والنافلة. هل قوله الصلاة هنا للاستغراق للعهد؟ أي عهد؟ العهد الخارجي الذهني، يعني الصلاة التي فرض الله، الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس، فإن إذا أطلقت في الغالب تنصرف إليها، وهي الفرد الكامل عند الإطلاق. قال الصلاة على وقتها، نعم، ليس فيه، قال ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء فإنها لا تتنزل هذه المنزلة. طيب الصلاة على وقتها، هل يقصد أول وقتها أو أداؤها داخل حدود وقتها؟ في فرق بين الدلالتين ولا ما في؟ في فرق. لو قلت الصلاة على وقتها يعني عدم إخراجها عن وقتها، فإذا المراد أن العمل الفاضل هو أن تحافظ على الصلاة داخل الوقت، يعني لا تخرجها عن وقتها حتى تؤدى قضاء. وإذا قلت المقصود الحفاظ عليها في أول وقتها، تكون الفضيلة أين؟ في أول الوقت أكثر من وسطه وآخره، فأي المعنيين هو المراد؟ ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ على الأول، الصلاة على وقتها، يعني في وقتها كله، يعني المقصود المحافظة على الصلاة داخل وقتها وعدم إخراجها. طب السؤال، إخراج الصلاة عن وقتها ما حكمه؟ إخراج الصلاة عن وقتها ما حكمه؟ لا يجوز، ومتعمده آثم. طيب فإذا قلت الصلاة على وقتها أفضل من إيش؟ من تأخيرها عن وقتها. فلما يقال أي العمل أحب إلى الله أو أي العمل أفضل، فتقول الصلاة على وقتها، فإنك جمعت بينه وبين ما يقابله في أصل الأفضلية أو المحبة. أي العمل يحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. إذن الصلاة على وقتها محبوبة عند الله، وخارج وقتها محبوبة عند الله، وهذه أحب إليه من تلك، أليس كذلك؟ هذه الدلالة، الصلاة على وقتها أحب إلى الله من الصلاة خارج وقتها. فلما يعني مقتضى التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل مناط التفضيل. تقول أي الطالبين أحفظ للقرآن؟ تقول زيد أفضل من عمرو، يعني أن عمرا أيضا يحفظ لكن زيدا أحفظ منه، وهكذا. فأنت إذا فضلت بين شيئين اقتضى ذلك اشتراكهما في أصل مناط التفضيل. فلما قال الصلاة على وقتها، يقول رحمه الله كأن المقصود الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء فإنها لا تتنزل هذه المنزلة. قال الحافظ ابن حجر متعقبا للإمام دقيق تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، قال تعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، فليس التفضيل بين الصلاة في وقتها وبين إخراجها، لا، بين أول الوقت وآخره. وأجاب العلماء عن تعقب الإمام ابن حجر رحمه الله بأنه ليس المقصود الإخراج المطلق للصلاة عن وقتها، بل الصلاة التي جاز تأخيرها عن وقتها لعذر، مثل صلاة الناس والنائم، فإن كل من الناس والنائم إذا خرج وقت الصلاة صلاها. أقم الصلاة لذكري، فذلك قضاء الصلاة، وقضاؤها خارج الوقت لا إثم فيه، فيكون من صلاها داخل الوقت أحب إلى الله ممن صلاها خارج الوقت لعذر كالناس والنائم، ويزول عندئذ الإشكال الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ورد في حديث آخر الصلاة لوقتها، وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ. نعم، لفظ الصلاة لوقتها، وهي إحدى روايات الحديث في الصحيحين أيضا، الصلاة لوقتها، هذا اللفظ قال أقرب
للاستدلال به على أن المراد في الحديث أول الوقت وليس مجموع الوقت بأكمله، فالفضيلة هنا والمحبة عند الله إلى أي شيء تتجه؟ إلى أداء الصلاة في أول وقتها. ولهذا فإن عامة العلماء حملوا اللفظ الصلاة على وقتها على ما جاء مبيناً في بعض الرواية الصلاة لوقتها، وقوله الصلاة لوقتها المراد به كما يقول المصنف لأنه أقرب للاستدلال، والحديث أيضاً أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن قوله لوقتها اللام هنا للاستقبال، يعني مستقبلاً وقتها. وأول أجزاء الوقت الذي يقع به استقبال الصلاة هو أوله، وهذا تماماً كمثل استدلالهم في العدة في الطلاق في سورة الطلاق، فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن مستقبلين العدة، فالمراد لوقتها الصلاة لوقتها يعني مستقبلين لوقتها، واستقبال الوقت بأن يفعل في أوله. ومن صلى بعد ذلك في أي جزء من أجزاء الوقت يصدق أنه مستقبل للوقت، لكن الحقيقة تنصرف إلى أول أجزاء الوقت. وفي لفظ عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث ابن مسعود بلفظ الصلاة لأول وقتها، فنص على الأولية، وهو رواه كما سمعت رواه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، وأيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أخرى. قال ابن حبان الصلاة في أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر، وقال الحاكم فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فتأكد أيضا صحة المراد بحمل الحديث الصلاة على وقتها على أن المراد به أول الوقت دون غيره من أجزائه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث، وبالمناسبة فهذا التفضيل المطلق للصلاة في أول وقتها سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب في المجالس المقبلة، أن هذا بإطلاق يأتي مفضلاً عدا صلاة العشاء التي كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن أول الوقت، فيقع الاستحباب موافقاً لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الظهر كذلك إذا اشتد الحر فإنه كان يبرد بها، وسيأتيكم تفصيلاً إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. هذه مسألة ثانية من فقه الحديث وأحكامه المستفادة. الحديث ذكر ثلاثة أعمال محبوبة عند الله، ما هي؟ الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. هناك أحاديث أخرى كان السؤال فيها عن أفضل الأعمال عن أحب الأعمال، فأجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات أخرى، إما على الترتيب وإما على إفراد عمل بالتفضيل المطلق، فاستدعى هذا من أهل العلم إجابة كيف يمكن الجمع بين تلك الأحاديث مع اختلاف الإجابات. نعم. وقد اختلفت، قال وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. فمنها مثلا حديثنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها ما تقدم أيضا قبل قليل في الشرح من حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولما سئل عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أعمال على ترتيب مغاير كما سمعت، قال إيمان بالله، ثم ذكر الجهاد، ثم ذكر الحج. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البيهقي في الشعب وحديث ابن عدي قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً أو تقضي عنه دينا. ومنها أيضاً حديث أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، أخرجه الطبراني في المعجم. ومنها أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله كما أخرج أبو داود في السنن عن أبي ذر رضي الله عنه.
وسيأتيك في كلام المصنف الآن مثل التفضيل المطلق: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فهذا تفضيل مطلق، فكيف نجمع بين تلك الأحاديث؟ نعم. قال: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. جوابان: الجواب الأول أن يقال إن الإجابات النبوية اختلفت باختلاف السائل، فأجاب صلى الله عليه وسلم كل سائل بما يناسبه وما هو الأفضل في حقه، فيكون الجواب له ولمن كان مثله. والجواب الثاني أن الجواب أن تلك الإجابات عامة للأشخاص، لكنها خاصة في الأحوال والأوقات. أن يقال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أو يقال أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل، إلا إذا حضر الجهاد فالجهاد مقدم، إلا إذا حصل كذا فغيره مقدم، فيبقى العموم للأشخاص ويبقى التفضيل باختلاف الأوقات أو الأحوال. قال: هذان جوابان، إما أن تكون الإجابات مخصوصة لسائل مخصوص ومن هو في مثل حاله، هذا الجواب الأول، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال يعني أو الأوقات مع عموم شمولها للأشخاص التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وفسره بذكر الله تعالى، على أن يكون ذلك أفضل، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم، ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى، وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة. نعم. فمن كان مقبلاً على العبادة والتبتل يقال له ذكر الله أفضل في حالك، ومن كان جلداً شجاعاً باسلاً قوياً متهيئاً متأهلاً للقتال يقال لمثله الجهاد في حقك أفضل. ولو كان لا يقوم مقام ذاك في القتال وليس من أهل التبتل وحاله لا يتمحض لصلاحية العبادة والانقطاع للذكر، لكنه ذو مال وتاجر وموسر ويده سخية ونفسه مقبلة على الصدقة يقال في حقه صدقة المال أفضل. وهكذا في بقية أحوال الناس، قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذاك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. هذا الجواب الذي عليه جمع من أهل العلم، وهو مخرج سديد تزول به الإشكالات عن جملة ما روي في هذا الباب، بمعنى أن الأفضلية في الأعمال نسبية، يعني تختلف بالنسبة إلى حال دون حال، وبحسب النسبة يتحقق فضيلة العمل. فربما كان لطالب العلم الفقير الذي لا يجد مالاً وثراءً، ضعيف البنية الذي لا يجد قوة ولا جلدة، يقال له في حقه طلب العلم والاشتغال به أفضل له من غيره، ويقال للتاجر الموسر الذي فتح الله له باب الغنى والمال بالحلال، وليس من شأن طلبة العلم ولا من الحريصين عليه، فلا حاجة لأن تسرد له نصوص فضل العلم وتكريم الله لأهله وحملته، لأنه ليس متجها إلى هذا الباب. فالصدقة في حقه أفضل، فيبذل ماله في وجوه الخير. وهكذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص أو الأوقات، يعني ربما كان هذا الغني وذاك طالب العلم والثالث المتبتل والرابع والخامس والعاشر، إذا جاءت بعض الأوقات الفاضلة كرمضان
أو العشر الأواخر، أو اجتمعوا في موسم حج وكانت فريضة الحج لأحدهم، يقال لهم باتفاق الأفضل هو فريضة الوقت والاشتغال بالصيام في رمضان وقيام الليل والإحياء بالقرآن، ويقال في الحج الاشتغال بالمناسك والحفاظ عليها وتحقيق مقاصدها، وهكذا. فباختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات تتحقق الأفضلية. هذا الجواب الذي قرره المصنف رحمه الله هو السديد الذي عليه كلام أهل العلم. يبقى يا كرام الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فيما أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. هذا الحديث لا يساعد على تأوله على غير ظاهره، فإن التفضيل فيه مطلق، بل وصريح التفضيل فيه على ما يظن فاضلاً من الأعمال صريح. فضله على الجهاد، وفضله على النفقة والصدقة، وفضله على بذل الأرواح والمهجة التي هي أعلى ما يكون في أعمال الإسلام. ذروة سنام الإسلام الجهاد، وتفضيله المطلق وما أعد الله للشهداء في سبيل الله، والمنفق ماله الذي وعد بالكرامة في جملة من النصوص، عد هذا مفضولاً أمام الاشتغال بذكر الله. فلا تستطيع أن تقول إنه أيضاً هذا الحديث محمول على المنقطعين إلى العبادة والمتبتلين والمشتغلين بالذكر والانقطاع إلى الأوراد، والذين لا قوة لهم على طلب العلم ولا الجهاد ولا تحصيل المال ولا النفقة ولا غيره. والذي يظهر والله أعلم أن ذكر الله تعالى ذو أفضلية مطلقة بين أعمال الإسلام، فإنه جماع أبواب الإسلام. أما سأل الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهو إذن مجمع العبادات، وهو أيضا متصل بأصولها، وهو بخلاف غيره من الأعمال الواردة في نصوص التفضيل. ذكر الله تعالى مقصد في العبادات كلها، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل الأعمال، بل هو مرتبط بحياة العبد مناماً واستيقاظاً، دخولاً وخروجاً، إقبالاً وإدباراً، ابتداءً وانتهاءً. ذكر الله روح العبد في حياته. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فما عدا هذا يمكن أن يتأول، أما الذكر لله عز وجل فمرتبط بأصل العبودية، وهو معرفة الله تعالى وتعظيمه. فلما كان بهذه المثابة لم يسغ مقابلته بشيء من النصوص، فكأنك تفاضل بين أصل العبادة وبين فروعها، وهذا لا يصح. إنما تفاضل بين الفروع مع بعضها، لكن ما كان أصلاً لها وجذراً مستمراً لجميع العبادات وقواعد الإسلام كلها تعود إليه، فهذا لا يفاضل بينه وبين غيره. وغير خاف عليكم الكلام الذي يقرر لابن القيم رحمه الله ويستشهد به في مثل هذا السياق، يقول: أفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكراً لله تعالى فيها، فأفضل أهل الصلاة أكثرهم ذكراً لله في الصلاة، وأفضل أهل الصيام أكثرهم ذكراً لله في الصيام، وأفضل أهل الحج أكثرهم ذكراً لله في الحج، وأفضل أهل الصدقة أكثرهم ذكراً لله فيها. قال: وهكذا سائر العمل. فعندئذ يبقى النص على ظاهره وإطلاقه في تفضيل ذكر الله عز وجل، فضلاً عما يتصل بذلك من معان عميقة. فإن ذكر الله على حقيقته ومراده بالذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، هذه الحياة، هذه عبودية، هذه صلب العبودية. فإذا تواطأ القلب مع اللسان في معاني الذكر تسبيحاً واستغفاراً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وأنساً بكلام الله واستحضاراً لمعانيه واشتغالاً للوقت وإعماراً للقلب به، كان ذلك قواماً للدين كله وللعبادات كلها، فتكون صلاته وصيامه ونفقته وجهاده وطلبه للعلم، كل ذلك سيكون قائماً على هذا الأصل الكبير.
وتعود كل الأعمال والعبادات إلى هذا المناط العظيم وهو ذكر الله عز وجل، وهكذا ستقول في كل العبادات. فيبقى نص التفضيل المطلق للذكر غير قابل لذلك التأويل الذي يحمل على حال دون حال أو على شخص دون شخص. ولذلك شواهد جمة ليس هذا مقام إرادها ولا الحديث عنها، لكنه يشهد لذلك حديث الصحيحين لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ انظر، إن كان الجواب في تفضيل الذكر مخصوصا بالمنقطع للعبادة والتبتل لكان هذا كافيا لهم، وهم فقراء وجاءوا يشكون سبق الأغنياء لهم بما ينفقون من أموالهم. فقال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. الحديث، فعندئذ هذا الحديث وأمثاله يدل على ذلك الأصل العظيم، وما يرد عليه من أسئلة إنما هي بسبب غياب تصور أو تقرير هذا الأصل العام. إذا يقال إن من الإشكال كيف يفضل الذكر على تلك الأعمال مع قلة المشقة فيه وعدم العناء فيه، والإنفاق أكثر بذلاً وفيه مدافعة النفس، والصدقة برهان، وشح النفس بإنفاق ما تملك أصعب من إطلاق اللسان بالذكر. الذكر أعظم مشقة، أو الجهاد وحمل السلاح وبذل المهج وتقديم الأعناق، تضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. يتصور أن الجهاد أعظم، وهو كذلك من حيث الظاهر، لكنه لا يثبت قدم مجاهد في سبيل الله ما لم يكن له نصيب وافر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله أعظم ما يتسلح به المجاهد. فيبقى الإشكال قائما إذا غاب تقرير هذا الأصل، يقال كيف يفضل الذكر على الإنفاق؟ كيف يفضل الذكر على الجهاد؟ كيف يفضل الذكر على كذا وكذا؟ هو لم يفضل عليها، هو يبقى الأفضل، وهو الذي لا ينفك عمل في الإسلام عنه. وإذا حصل الانفكاك فهو قصور وخلل في عبودية العبد لربه في تلك العبادات، والواجب استيفاء هذا. فربما كانت صلاة أحد الرجلين أقل في ركعاتها وأقصر في مدتها، لكنها أعظم في الميزان من صلاة صاحبه. ذاك قرأ مقدارا أكبر وأطال في ركوعه وسجوده، لكن ذاك كان حضور قلبه في ذكره لربه أعظم. فمرد الأمر إذن إلى هذا الأصل العظيم، وهو ارتباط القلب بذكره لربه جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث. وبالمناسبة فقد أورد الصنعاني كذلك في تأول حديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم، حديث الذكر، لأنهم استشكلوا هذا كثيرا، كيف يفضل الذكر على الإنفاق، كيف يفضل على الجهاد، فأوردوا إجابات. من الإجابات قالوا إن أفضل في قولي لا أخبركم بأفضل ليست على بابها، بل المراد به الفضل المقيد، ليست أفضل بل المراد من أفضل، وقالوا من هنا مقدرة، ألا أخبركم بشيء من أفضل أعمالكم. كل هذا محاولة لإزالة الإشكال بين خفة عبادة الذكر وعدم كلفتها على العبد في مقابل العبادات التي تبدو أكثر مشقة. والحق أن الذكر هو الذي يمتد بالعبد إلى تلك العبادات وليس العكس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه، ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه. وأما ما يجب من البر في غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير. نعم، قدم في هذا الحديث على الجهاد، وشهد له نصوص أخرى مثل استئذان بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وله والدان، فأمره أن يرجع فيلزم برهما، ومن استأذنه عنده والدة فأمره أيضا أن يلزمها، فإن البر في لزومها. فدل على أن الجهاد في مقابل البر مفضول،
والجواب كالذي تقدم في مسألة الذكر لله عز وجل. بر الوالدين باب من أبواب التوفيق والسعادة، وربطه رب العزة والجلال برضاه سبحانه، وقرن بر الوالدين والإحسان إليهما بعبوديته جل وعلا في غير ما آية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي نصوص غيرها. فارتبط هذا الأصل العظيم بر الوالدين بصلب العبودية من وجه، أنهما في هذا الوجود أصل منشأ الإنسان وسببه بعد أمر الله وتقديره. فربطت الشريعة الفرع بالأصل، مردك عبد الله في الوجود في هذه الحياة بعد أمر الله إلى والديك، فلولاهما ما كنت ولا جئت ولا أتيت. فربطت الشريعة بر العبد في طاعته لربه ببره لوالديه، ورضا الله في رضا الوالد، وجعلت دعوتهما مجابة، وجعل برهما مقدما حتى على الجهاد. فأيضا هذا نوع من التفضيل الذي جاء مقدما على غيره من أبواب العبودية. فإذا أحسن العبد هذا الباب من العبودية كان في غيره من أبواب العبادات أقرب إلى الإحسان، وإن أساء فهو في غيرها أحرى بالإساءة، نسأل الله العافية. قال: ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه. كل عمل ليس واجبا يترتب عليه أذى للوالدين يمتنع، يعني لولا الوجوب في بعض العبادات فإن بر الوالدين مقدم. مثال: سيخرج إلى صلاة الجمعة لكن أمه المريضة أو أباه الكبير يحب بقاءه برفقته وبجواره، وخروجه عنه مزعج له، وغيابه عنه الساعة لأداء الصلاة والعودة مزعج مجالب له لضيق الصدر والهم والكدر ونحو ذلك، فلولا وجوب الصلاة وأداؤها لقدم البر، لأنه يترتب على ذلك أذى. قال: أي أذى بغير ما يجب سيكون ممنوعا في حق الوالدين، أما ما كان واجبا فإنه مقدم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لو منعته أمه من صلاة العشاء الآخرة لا يجيبها. يعني يبقى أمر الشريعة في الحفاظ على الواجبات والإتيان به مقدما، وما عدا ذلك فبرهما مقدم. فإن تعارض بر أحد الوالدين كحاجتهما أو حاجة أحدهما إلى الولد لكبر سن أو رعاية أو تطبيب أو تمريض أو جلب حاجة، معارضا عند الولد مصلحة شرعية مثل صلاة نافلة أو قيام ليل أو سفر لطلب علم أو غيرها من وجوه الخير، كان برهما مقدما وأولى له بالتوفيق والسداد وتحصيل المكارم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى. قوله رحمه الله: وأما ما يجب من البر في غير هذا، يعني كل فعل يترتب عليه أذى للوالدين فيمتنع ما لم يكن واجبا، هذا أدنى البر. قال: وأما ما يجب من البر في غير هذا، يعني ما لم يصل فعله إلى إلحاق أذى بهما ففي ضبطه إشكال كبير، يعني أنه متفاوت، لأن الإحسان درجات متفاوتة، والواجب للوالدين منها غير منضبط. فمن الإحسان للوالدين ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا أو متأكدا، فهذه الدرجات المتفاوتة كما قال لا ضابط لها وفيها إشكال كبير. نعم. قال: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ودلت النصوص الكثيرة على تفضيل الجهاد وما أعد الله للشهداء في سبيله والدرجات العظيمة والكرامة التي أعدت لمن أكرم دينه باستشهاد نفسه أو بفداء ذاته وتقديم روحه نصرة لله ولدينه جل وعلا. قال: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. مثل ماذا العبادة المقصودة لنفسها؟ الصلاة
طيب وما هي وسيلة إلى غيرها؟ الطهارة وسيلة إلى الصلاة، فإنما وجبت لتصح بها الصلاة. هذا مثال. نعم. قال: فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. نعم، يعني الوسيلة فضلها يأتي على فضل المقصد الذي تحققه، فإذا كان المقصد عظيما كانت الوسيلة إليه عظيمة، وإن كانت دون ذلك فالوسيلة إليه أيضا دون ذلك. وعلى هذا تقررت جملة من القواعد للفقهاء، منها قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد، ومنها قولهم: وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة. فهكذا تتنزل الوسائل في فضائلها ومراتبها وأحكامها على فضائل وأحكام ومراتب المقاصد المتعلقة بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. نعم، فالجهاد وسيلة إلى أعظم المقاصد والمراتب، وهو الإيمان بالله وتوحيده جل وعلا ودحض الشرك ورد عدوان أهله. فكان الجهاد بكونه هذه الوسيلة لذلك المقصد في أعلى الدرجات، لأن مقصده أعظم المقاصد. وهذا أمر نسبي أيضا، يعني تصنيف العبادات إلى وسيلة ومقصد نسبي، بمعنى أن العمل قد يكون مقصودا لنفسه من وجه وسيلة إلى غيره من وجه. الصلاة مثلا قلنا قبل قليل هي مقصودة ووسيلتها الطهارة، ويمكن أن تقول إن الصلاة المقصودة بهذا الاعتبار هي باعتبار آخر وسيلة إلى توحيد الله جل وعلا وعبوديته، فعندئذ تكون وسيلة إلى مقصد أعظم منها. وأما المقصود المطلق فهو توحيد الله والإيمان به جل وعلا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث ثاني أحاديث باب المواقيت في كتاب الصلاة، وهو بهذا اللفظ الذي أخرجه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في العمدة، ليس لفظاً للبخاري في الصحيح ولا لمسلم، بل هو ملفق منهما. لفظ البخاري في باب الأوقات: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذا في المعنى واحد، ولفظ البخاري في باب ستر العورة كلفظ حديث الباب هنا في العمدة، لكن ليس فيه من الغلس لا يعرفهن أحد. ولمسلم ثلاث روايات في لفظ إحداها: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس. قال الصنعاني رحمه الله: فيظهر أن صاحب العمدة يجمع أو يلفق الروايات من الصحيحين ولا يلتزم سياقهما. طبعا هذا ليس بقادح، لأنه ما خرج عن لفظ الرواية في الجملة ولا أتى بلفظ في غيرهما حتى يشكل على استنباط الأحكام، لكن المقصود أنه لا يتحرى اللفظ الوارد في أبواب الرواية بنصها في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المروط أكسية معلقة. لما تقول عائشة رضي الله عنها: ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس، إيش يعني لا يعرفهن أحد؟ يعني لا يميز النساء، يعني هل تقصد أنه لا يميز عينها هل هي فلانة أو فلانة، أو لا يعرف هي رجل أو امرأة؟ قال الداوودي كما في الفتح:
لا يعرفن أنساء هن أم رجال، فلا يظهر المرئي إلا أشخاصا شاخصة. وقيل لا يعرف أعيانهن، فلا يفرق بين خديجة وزينب. واستدرك على ذلك النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال: لأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها أيضا، لو أنها تلفعت في وضح النهار في الظهيرة تحت الشمس فإن أيضا لا يعرف عينها أخديجة أو زينب. فإذا قوله لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد يعني لا يعرف أشخاصهن وليس أعيانهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. أكسية جمع كساء، والمراد به ما يرتدى أو يوضع على الرأس أو على الكتف أو على أعلى الجسد عموما. معلمة يعني عليها علامات، وقيل عليها تكون مربعة. من خز ومن صوف، وهذا القيد الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله قال في الفتح أو غيره، فليس خاصا بهما بالخز والصوف، من أي نسيج كان، كتانا أو قطنا أو خزا أو صوفا أو حريرا، كل ذلك يسمى مرطى، والجمع مروط. نعم. وأن الصحابيات كنا يتلحفنا يعني يتلففنا بتلك الأكسية، فإحداهن إذا جعلته على رأسها أخذت به إدارة على رأسها وعلى جسدها حتى تغطي بها جسدها ورأسها رضي الله عنهن أجمعين. أحسن الله إليكم. قال: وهو متلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وإنما يختلط ضياء الصبح بظلمة الليل متى؟ في بدايات الضياء، ليس طلوع الشمس، في بدايات تبدد الظلام وانقشاعه. فإن الظلام إذا اشتد سواده وآذن الفجر بالطلوع يبدأ السواد، سواد الليل وظلمته، بالتبدد والزوال، ويحل مكانه انتشار الضياء شيئا فشيئا، فتأتي مرحلة تختلط فيها ظلمة الليل بشيء من ضياء الصبح. هذا الوقت يسمى غلس، لأنه وقت ليس فيه وضح النهار ورؤية ما يراه الرائي، وليس فيه سواد الليل واشتداده المطبق الذي يظلم على الرائي ما يمكن أن يراه أمامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. ما المقصود بالتغليس؟ صلاة الفجر في وقت الغلس. ما وقت الغلس؟ اختلاط الضياء، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وهو أول وقت الفجر، فإنه بداية طلوع الفجر اختلاطه، اختلاط ضيائه بظلمة الليل. فإذا قلنا التغليس أو صلاة الصبح بغلس، فالمراد به في أول وقت الفجر. وفي هذا الحديث، ولو في هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وهذا مذهب مالك والشافعي وخالف أحمد رحم الله الجميع، ومذهب الجمهور سوى الحنفية. قال: لا سيما مع ما روي من طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح، وسيأتينا في المجلس المقبل إن شاء الله، كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، هذه قراءة طويلة. وضابط ذلك أن 30 آية تعدل سورة الملك، وهي قرابة 2.5 صفحة، فإذا قلت 60 آية فهي ضعفها، يعني قرابة 5 صفحات، يعني هي بتوزيع صفحات المصحف المعاصر 5 صفحات تعدل ربع جزء تقريبا، نصف حزب. فإذا قلت من 60 إلى 100 آية فأنت تتكلم على قرابة نصف جزء إلى 3/4 أن يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قراءته المتأنية المفسرة حرفا حرفا، المصحوبة بطول في الركوع والسجود والرفع باعتدال مقارب لطول قيامه في القراءة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل، لحديث ورد فيه: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. من مراد بالإسفار؟ إسفار الصبح انتشار الضياء وتبدد الظلام قبل طلوع الشمس،
قبل إشراق الشمس، إذا هو آخر وقت الفجر قبل طلوع الشمس يسمى الإسفار، والصبح إذا أسفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة إذا صلى الفجر وقف ودعا حتى يسفر الصبح جدا، ثم ينصرف إلى منى لرمي جمرة العقبة، يعني قبل طلوع الشمس. فهذان قولان للفقهاء وقعت بينهما المذاهب الأربعة. فالجمهور يرون أن الأفضلية في صلاة الفجر في التغليس، والحنفية يرونها في الإسفار. أما دليل الجمهور فحديث عائشة رضي الله عنها، ما وجه الدلالة؟ أنه يصلي وتنقضي الصلاة وينصرفن ويرجعن إلى بيوتهن ولا يعرفن من الغلس، يعني مع طول الصلاة وستين آية إلى مئة آية كان يقرأ بها ولا يزال الوقت غلساً، فكنا ينصرفن ولا يعرفن من الغلس، يعني ما يزال بقية من ظلام الليل باقية. وسيأتي أيضا في أحاديث الباب في المجلس القادم إن شاء الله زيادة على ذلك. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وأدلة أخرى تأكد بها قول الجمهور مع أصل عظيم، وهو ما أفضل العمل؟ الصلاة. قال الصلاة لوقتها، وأن المبادرة بها أول الوقت آكد وأفضل وأعظم. فهذا الذي ذهب إليه الجمهور. قال رحمه الله: ورأى الحنفية أن الإسفار أفضل، لحديث ورد: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وهذا لفظ النساء والترمذي: أسفروا بالفجر. ولفظ أبي داود وابن ماجة: أصبحوا بالفجر. قال الترمذي رحمه الله عقب رواية الحديث: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال أيضا: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر، يضح يعني يظهر، أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. هذا كلام الترمذي رحمه الله عقب تخريجه للحديث. أجاب الجمهور عن هذا الحديث الذي استدل به الحنفية بجملة أجوبة، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في تفضيل هذا الوقت أو ذاك، مع أن كلا الوقتين داخل في وقت الفجر لا يخرج عنه، إنما الكلام في الأفضل، هل التغليس بالفجر أم الإسفار. منها ما ذكر في الإجابة، قال البيهقي: إنه حديث مختلف في إسناده ومتنه، يعني فيه اضطراب في الرواية. ومنها أيضا أن قوله أسفروا بالفجر المراد به تحقق طلوع الفجر لا تأخيره إلى أن يسفر الصبح. ومنها أيضا أنه محمول على الليالي المقمرة التي يصبح فيها القمر موجودا. ومنها أن المراد تطويل القراءة حتى يكون الانصراف وقد أسفر الصبح. ومنها أيضا أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم، يعني من الإجابات، أنه صلى بالغلس حتى آخر حياته. أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر. فقالوا هذا من آكد الأدلة على أن آخر الأمرين من حياته كان التغليس، وإن صلى مرة بالإسفار. ومنها أن قوله أسفروا دلالته قولية، وأحاديث الصحابة في وصف وقت الفجر فعلية. تقول عائشة: ينصرفنا ويرجعنا ما يعرفهن أحد من الغلس. يقول: والصبح كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. وحكاية الفعل أبلغ في حكاية القول، لأنه متعدد الدلالات، محتمل أيضا لأوجه. وفي الكلام في الحديث والإجابة للحنفية وما قاله الجمهور أيضا مكان طويل للفقهاء في كلامهم في المسألة تطلب في مظنتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. أين الدلالة؟ صلونا مع النبي.
لقد كنا نساء من المؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب، وكره بعضهم الخروج للشواب. كره ذلك، وردت الكراهة عن مثل ابن عمر رضي الله عنه وجماعة من السلف، وكراهيتهم ليست مطلقة، بل هي محمولة على خشية الفتنة بهن أو عليهن. فإذا خشيت الفتنة منهن أو عليهن تأكد المنع، وهذا أيضا من مقاصد الشريعة. وإلا فمشروعية صلاة المرأة في المسجد ثابتة، ليس من هذا الحديث فقط، بل من مثل قوله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وسيأتينا في أحاديث الكتاب. ومنها أيضا قوله لأم حميد إني قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على ثبوت مشروعية شهود النساء الصلاة مع الرجال، ويشهد لها أحاديث غير صريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكل تلك النصوص دلالة على مشروعية شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال بضوابط الشريعة، ولا فرق بين المرأة العجوز والشابة في ذلك، لأن النصوص لم تقيد شيئا منه، والله أعلم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها متلفعات بالعين، ويروى متلففات بالفاء، والمعنى متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس. قال يعني التلفف يمكن أن تلف كساء أو ثوبا أو شيئا من قماش تلفه على صدرك وكتفك، كالذي يستعمل أيام البرد، فعندك تلبس ثوبك ثم تلف شيئا من كساء من صوف أو من قطن لتدفئة صدرك وظهرك ومنكبيك، فتلفه فتقول تلففت، ولا يقال تلفعت إلا إذا كان اللف مشمولا مع الرأس. فإذا غطيت الرأس ولففت الكساء على جسدك والرأس معه يسمى تلفعا. نعم. قال: والمعنى متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب: لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. استأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص: كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع. يقول استأنسوا لذلك، لأن الشاهد في بيت عبيد بن الأبرص ليس صريحا وليس ناهضا، لأنه أطلق التلفع على ما كان على الرأس. يقول بعدما لفع الرأس بياض وصلع، يعني بعدما غطى رأسي الصلع والشيب، فجعل التلفع بما يشمل الرأس، وإنما قال استأنسوا لأن قوله هذا لا يمنع لغة أن يكون الالتفاع من غير تغطية الرأس. هو فيه شاهد على أن الالتفاع يكون بالتغطية، لكن هل فيه شاهد على أنه إن لم يغطى الرأس لا يسمى التفاعا؟ ليس فيه، ولهذا قال استأنسوا، فليس ناهضا إلا من وجه لا من الوجهين معا. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: واللفاع ما التفع به، واللحاف ما التحف به. الالتحاف على الجسد بأكمله، والالتفاع على نصف الجسد الأعلى أو على الرأس منه خاصة. أحسن الله إليكم. قال: وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية من صوف أو خز. قلت لك والحافظ ابن حجر في الفتح قال: أو غيرهما، فلا يقيد بكونه صوفا أو خزا فقط، بل لو كان أيضا قطنا وكتانا وغيرها، أو جلدا جلد شاة ونحوها، فإنه يصدق أن يسمى مرطا. بل هو الظاهر لما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه مرط مرحل من شعر أسود. نعم. قال: وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة، وقال بعضهم إن سداها إن، وقال بعضهم إن سداها من شعر. السدى ظاهر الكساء من خارجه، ويقابله اللحمة وهي ما يكون في باطنه، فكل كساء وقميص أو نحوه يكون له ظاهر وباطن، فباطنه مما يلي الجلد أو يلي البدن، وظاهره ما يكون على الخارج. يقول بعضهم قال لا يسمى مرطا
أو لا يسمى مروطاً إلا إذا كان الكساء من خارجه كان سداه من شعر، وبعضهم لا يشترط ذلك، يعني هل يكون صوفاً ولا بد أن يكون عليه شعر من أعلاه؟ قال بعضهم يشترط أن يكون سدى المرط من شعر. نعم. قال: وقيل إنه جاء مفسراً في الحديث على هذا، وقالوا إن قول امرئ القيس على أثرين ذيل مرط مرحل، مرحل ومرجل في بعض النسخ أيضاً وفي بعض الدواوين، يتكلم امرؤ القيس عنه عن حبيبته، قال على أثرين ذيل مرط مرحل. ذيل المرط أسفله الذي يأتي على الأثر فيمحوه، مرحل المقصود بالمرحل هنا الذي فيه صور الرحال، ويقال مروط مرحلة أو مرط مرحل، يعني عليه صورة الرحال التي توضع على ظهور البعير. ومن يرويه مرجل يعني فيه تصاوير الرجال، والأمر في هذا قريب. نعم. قالوا: المرط ها هنا من خز، يعني هم من قال إنه لا يسمى مرطا إلا إذا كان عليه شعر، فهذا لا يشمل المرط الذي يكون من خز ومن حرير، لأن الحرير لا شعر له. قالوا: طيب امرأ القيس يقول على أثرين ذيل مرط مرحل، قال لا، المرط اللي قصده امرأ القيس من خز من حرير وليس من شعر، يكون ليس من صوف يكون عليه شعر أو جلد يكون عليه شعر. طيب ما قيد امرأ القيس في قصيدته أن المرط يكون من خز أو من غيره؟ قالوا لا، بل هو في قرينة السياق، هو يمدح الحبيبة ولا يليق بها إلا أحسن الثياب، فيصفها بالمرط الذي يكون من خز لا من غيره. أحسن الله إليكم. قال: وفسر الغلس، وفسر يعني الحافظ عبد الغني رحمه الله، لأنه لما قال والمروط كذا والغلس كذا، قال: وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغلس والغبش متقاربان، والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل، وقد يكون الغبش في آخره وأوله. نعم، الغلس والغبش اختلاط الضياء بظلمة الصبح، يقول لكن لغة لا يقال غلس إلا إذا كان كما قال المصنف في آخر الليل، وأما الغبش فتقول عنه في آخر الليل وفي أوله، يعني أول الليل متى؟ بعد غروب الشمس، أيضا هي منطقة يقع فيها اختلاط الضياء بظلام الليل، ليس ضياء الصبح، ضياء آخر العصر يقع فيه الاختلاط بظلمة الليل، هذا يسمى غلس ولا غبش؟ غبش. قال: يخص الغلس بآخر الليل، والغبش يقال لأول الليل ولآخره، فهذا تفريق. والذي دعا المصنف رحمه الله إلى إيراده هو أنه جاء في بعض روايات الحديث كرواية أبي هريرة عند مالك في الموطأ، تقول أم سلمة رضي الله عنها إنها سألت، بل يقول عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، إنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، وذكر الأوقات، ثم قال: وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. فلهذا قال المصنف الغلس والغبش بمعنى واحد، لأنه جاء في بعض الروايات فاستدعى ذلك كلام المصنف رحمه الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: وأما من قال الغبس بالغين والباء والسين المهملة فغلط عندهم. غلط عندهم يعني غلط عند المحدثين في الرواية، فإنه لم يرد بلفظ الغبس. طيب ولغة؟ لغة لها وجه، يقال غبش وغبس بالسين وبالشين. قال القاضي عياض رحمه الله: فسره مالك قال يعني الغلس. فسر ماذا؟ فسر رحمه الله الغبش. أما قلنا إن مالكا أخرج الحديث في الموطأ من رواية عبد الله بن مالك مولى أم سلمة، من رواية عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، قال سألت أبا هريرة، ثم قال وصل الصبح بغبش. قال القاضي عياض رحمه الله: فسره مالك يعني الغلس. فمالك فسر الغبش بالغلس. ماذا قال القاضي عياض؟ قال: وله أيضا في بعض الروايات عنه غبس وغبش وغلس سواء. فذكر أن روايات الموطأ تحتمل الثلاثة الألفاظ غبس وغبش وغلس، وقال الأزهري هما بمعنى،
قال: وأنكر الأخفش شارح الموطأ السين المهملة ولم يقل شيئا، يعني غبس. وقد جاءت حروف كثيرة بالسين والشين معنى، الكلام كله للقاضي عياض رحمه الله. قال: مثل سمته وشمته، يعني في حديث: إذا عطس فحمد الله فسمته فشمته، فالسين والشين جاءت مع اختلافهما في الحرف إلا أن المعنى واحد. قال: ومثل سدفة من الليل وشدفة، السدفة ظلمة الليل. وأيضا قال: وسوذق وشوذق وغير ذلك، والسوذق الصقر والشاهين يقال له أيضا سوذق وشودق. قال: فقد وردت في اللغة. فقول المصنف رحمه الله: وأما من قال الغبس بالغين والباء والسين المهملة فغلط عندهم، ربما يقصد من جعله رواية في لفظ حديث أبي هريرة، وإلا فقد ورد عند مالك في الموطأ في بعض الروايات كما حكى القاضي عياض، وفي اللغة وارد وصحيح. إنما يغلط المصنف رحمه الله تعالى رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإنه لم يرد فيها السين، والله أعلم. من الفوائد التي ذكرها الصنعاني رحمه الله يقول: قال القاضي عياض: استدل بالحديث بعضهم على جواز صلاة المرأة مخمرة أنفها وفاها. قال القاضي عياض: ولا صحة فيه، لأنه إنما أخبر بتلفعهن عند الانصراف لا في الصلاة، انتهى. قال الصنعاني معقبا: رواية البخاري التي ذكرناها أولا ورواية مسلم ولفظ العمدة يدل لما ذكر ذلك البعض الذي رده القاضي عياض، يعني جواز صلاة المرأة مخمرة أنفها وفاها. ما الرواية؟ قال: لأنه جعل متلفعات حالا من فاعل شهود الصلاة، يشهدن الصلاة ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن. قال: والحال قيد في عاملها، أي شهدنها حال كونهن متلفعات، فهو صريح في صلاتهن متلفعات، أي يحضرنها على تلك الحال. يقول: نعم، إحدى الروايات ليست على هذا اللفظ وهي عند البخاري، إلا أنه قد يقال: من أين أنه يلزم من التلفع تغطية الأنف والفم؟ فممكن يكون التلفع تغطية الرأس وإدارة ذلك على أسفل الذقن. قال: إلا أن يكون عرف ذلك العصر كذلك، والله أعلم. هذه فائدة ختم بها الصنعاني رحمه الله تعالى تعليقه على ما أورد الإمام تقي الدين على شرحه لثاني أحاديث الباب. وبه تم مجلسنا اليوم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.